مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم وحلقة جديدة ونجوم على الهواء. بنبدأ مع بعض سنة جديدة إن شاء الله، هتكون سنة سعيدة بأهداف جديدة نحقق فيها كل اللي نفسنا فيه، واللي فات هنخليه مجرد ذكريات ونركز في اللي جاي علشان إن شاء الله هيكون أحلى من كل اللي فات. الحقيقة إنه الفترة اللي فاتت كان في موضوع شغل الناس كلها تقريبا، هو التصالح في مخالفات البناء. علشان كده النهاردة احنا بينورنا المهندس محمد جودة، مدير مكتب إعمار مصر للهندسة والمقاولات، اللي هنتكلم معه على الموضوع ده ونفهم منه أكتر ايه موضوع التصالح في المخالفات وموضوع ملف البناء والتشطيبات والحاجات دي كلها. حقيقة حاجات كتير قوي انا هعرفها منه النهاردة. منور يا باشمهندس، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. والله ايه الأخبار؟ الحمد لله، كله تمام؟ كله تمام. طيب انا عايز اعرف الأول منك ايه موضوع التصالح، او ليه كان في مشاكل كده الفترة اللي فاتت على موضوع التصالح في المخالفات ده؟ هي خلال السنوات السابقة انتشرت موضوع المباني بطريقة كبيرة. ناس كتير بنت من غير ما تطلع رخصة، وبنت على أراضي زراعية. فالمباني دي بقت كارثة، لأن الحكومة دلوقتي بقت مطالبة إنها توصل لها مرافق مية وكهرباء وغاز ونور. فطبعا دي تكلفة كبيرة. فبعد كده طبعا في ناس كتير خدت قواضي وأحكام، فبعد كده وصلوا النقطة اللي هي موضوع التصالح. بدل مثلا ما انا محكم على صاحب المبنى دوك واسجنه مثلا او اعمل له ازالة، فقال لك لا، احنا هنصطلح معاه مقابل جزء مادي، هناخد منه مقابل فلوس. يعني الفلوس يدفع دي فلوس بالظبط، والفلوس دي هتستخدم بطريقة اخرى، هتبقى ايه، هتوصل برضو للمواطن في شكل ايه، مرافق. يعني هو مقابل الفلوس اللي هتدفع هيدخلوا له المرافق بتاعه المبنى، هياخدوا له المرافق تمام، ميه وكهرباء وغاز، دي بتخش بطريقه قانونيه. أوكي. تاني حاجه، لو انت عندك قضيه ولا اي حاجه، الكلام ده كله بيقف من عليك طبعا. وبعد كده بيبقى ليك الحق اللي انت تقدر تعلي، تطلع رخصه مباني وتقدر تعلي ايه، ادوار اخرى فوق المبنى بتاعك، بس لازم تبقى مستوفي شروط الرخص. شروط الرخص اللي هي ايه بقى؟ الشروط بيبقى حال، يعني لسه نزل قرارات منها مثلا ان انت بتاخد ارتفاع ضعف عرض الشارع او مره ونص، باختلاف طبعا قريه او مدينه. وبعض الشروط طبعا هي لازم مثلا مساحه ما تعديش ال 100 متر. لو عدت ال 100 متر مثلا تبقى سكني بس، عشان توصل لاداري لازم تبقى مساحه معينه. وطبعا بقى بيبقى في مساحات اخرى لمساحات المساط والمناور والسلالم والكلام ده كله، دي كلها معايير طبقا لقانون البناء الموحد. طيب ده حلو جدا بالنسبه لصاحب المبنى او اللي هيبني. طبعا دلوقتي لو انا رايحه اشتري شقه عادي جدا من حد، تمام، اعرف منين اصلا ان هي مش مخالفه، ان هي مرخصه؟ يعني المفروض انا اعرف الحاجات دي ازاي؟ المفروض اعرف الحاجه دي من الحي او الجهاز. انا طبعا بروح الجهاز واسال هل المبنى ده مخالف او غير مخالف. ممكن يبقى مخالف وممكن لا، وممكن يبقى في جزء مخالف وجزء تاني لا. ازاي بقى؟ بمعنى ايه؟ ممكن يكون صاحب العقار او صاحب البرج ده بنى المبنى كامل من غير رخصه، ده يبقى المبنى كله مخالف. وممكن يبقى مثلا طلع رخصه بست ادوار وبنى تاني فوقهم ست ادوار كمان، يبقى كده جزء مخالف وجزء غير مخالف. تمام. فعشان كده في قانون التصالح في الجزئيه دي بيطلبوا تقرير سلامه انشائيه. بمعنى ايه؟ ان في بند في قانون التصالح بيقول لك المباني الغير سالمه انشائيا لا تخضع لقانون التصالح. فبناء عليه لازم في اعداد الملف الهندسي يكون متوفر تقرير من مهندس استشاري معتمد في النقابه. تمام. التقرير ده بيقول ان المخالفه دي او الاعمال المخالفه في المباني التي طرأت على المبنى لم تضر بصحه وسلامه المنشا. يعني مش ان انا عليت الادوار فده كده يبقى بالزبط. ممكن يحصل اي حاجه للعماره مثلا تقع او بالزبط. لان انت مثلا الرخصه طالعه تسليح مثلا القواعد او تسليح اللبشه والاعمده والسقف طالع على ست ادوار، انت بنيت عليهم سته كمان. فطبعا ممكن دي تبقى فيها خطوره. صح. فاحنا لازم نتاكد ان المبنى ده سليم. ده بيقوم بيه بقى مهندس مختص ده أو بيقوم بيه احنا كمكتب استشاري، بنبقى انا بيبقى مثلا معانا فريق من المهندسين، تمام، معماري وانشائي، تمام. احنا كلنا بنبقى تحت ايد المهندس الاستشاري، تمام، ويرأس المهندس الاستشاري نقابه المهندسين. بس بيخرج من المكتب عندكم الفريق بيروح يعاين المنشأة أو يعني البيت؟ احنا بنبدأ من أول حاجة من بداية رفع المقاسات. ونكون الملف الهندسي. أول حاجة بنعمل فيه رسومات معمارية للمبنى على الطبيعة. لازم تكون الرسومات دي لنفس المبنى على الطبيعة، ما ينفعش أجيب أي رسمة من عندي. بيكون الرسومات المعمارية يكون فيها مسقط أفقي للدور الأرضي والدور المتكرر والواجهة والقطاع والموقع العام. لازم المساقط دي تبقى موجودة في اللوحة. تمام. وبعد كده بعمل نسختين تانيين من الرسومات الانشائيه، يكون فيها لوحه القواعد
او القواعد او اللبش والاعمده وتسليح والسقف الارضي وسقف المتجر بتسليحه. تمام وبعد كده بجهز النوتة الحسابية. النوتة الحسابية لازم تكون موافقة للمبنى، لتسليحات المبنى. يعني ايه النوتة الحسابية معلش؟ النوتة الحسابية دي بعملها للرسومات الإنشائية، بيتضح فيها تسليح القواعد وتسليح الأعمدة وتسليح الأسقف وتسليح السلم. اوكي تمام. تمام. بعد كده بحط الملفات دي كلها على الأسطوانة وبطلع بناء عليها تقرير من مهندس استشاري. التقرير بيقول بعد مراجعة اللوحة المعمارية واللوحة الإنشائية يتضح أن المبنى ده سليم. ده الملف الهندسي صح كده؟ ده اه الملف الهندسي. في بقى جزئية تانية بعدها، بعض المحافظات يعني بتكتفي باعتماد المهندس الاستشاري فقط، وبعض المحافظات بتقول لا لازم يكون في اعتماد نقابة. طيب ايه الأصح بقى؟ هي مش حتة صح او اصح، هي الفكرة كلها بتضح في ايه؟ ان النقابة يعني كانت في الاول في بداية التصالح كانت بتأخر الملفات، كنا مثلا بنقعد شهر على ما نستلم ملف، بالاضافه ان كانت التكلفه عاليه. لان رسوم النقابه بتدفع لها فلوس. يعني اول حاجه بتدفع 1200 جنيه اعتماد لوحه. تمام. وبتدفع 400 جنيه اعتماد تقرير. وبتدفع 3 جنيه 75 قرش في المتر في عدد الادوار، فدي تكلفه على المواطن. لان مثلا ممكن اي شخص مواطن عادي يكون شاري شقه. فانت مطالب منه ان هو يعمل تقرير او رسومات هندسيه على المبنى كامل عشان يصلي على شقه واحده. يعني الملف الهندسي ده ممكن صاحب شقه بس هو اللي يعمله، مش لازم صاحب العماره او مش لازم اللي باني العماره، لا هي صح الفكره، كده؟ لا هي الفكره في ايه؟ ممكن صاحب العماره او صاحب البرج مش عايز يقدم للتصالح. هو بنى وباع ويقول لك انا مش هقدم للتصالح. مين دلوقتي المواطن اللي اشترى المتضرر؟ الشقه؟ هو عايز، هو المتضرر دلوقتي، صح. فقال لك عايز ايه؟ هقدم للتصالح. فانا مثلا كمكتب استشاري او المهندس الاستشاري ما فيش حاجه اسمها تقرير على شقه. لازم على المبنى كله. بالظبط كده. يعني انا مثلا بيجي يطلب مني ناس بتقول لي عايز تقرير على شقه، طب ماشي انا عامل لك اللوح المعماري مفيش مشكله. طب اللوح الانشائي عامل لك لوحه العمدان وتسليحها ولوحه السقف وتسليحه، طب ماشي فين تسليح الارضي؟ فين؟ فين تسليح القواعد؟ فين؟ فين تسليح اللبشه؟ فين؟ صح. مفيش الكلام ده. بالاضافه ان المبنى عدى 6 ادوار لازم يطلب منك جثه للتربه ويكون استشاري تربه اللي يعملها، مش اي استشاري. بس دي فعلا تكلفة كبيرة جدا على بالظبط شخص، يعني على بالظبط انا وانا شارية شقة او عندي بالظبط بيت مش كده. هعرف وبيجي لنا اعمل. برضه ناس كتير بيبقى فيها خلافات، نفس المبنى ما بيرضوش يتصالحوا مع بعض، كل واحد يقدم الملف لوحده، فدي برضه بتبقى تكلفة. صح. بس يعني في محافظة بصراحة، محافظة الجيزة دلوقتي هي لغت اعتماد النقابة نهائي. ما انا كنت لسه هسألك بقى موضوع اعتماد النقابة ده. اعتماد النقابة هو في قانونا او في بداية قانون التصالح ان هي النقابه كان يحق يعني وظيفتها انها تقول هل المهندس الاستشاري اللي مضى اللوح والتقرير ده معتمد او غير معتمد. بس يعني انه المهندس نفسه اللي هو بيقوم بالشغل ده يكون معتمد من النقابه؟ لا، لازم يكون دكتور استشاري. دكتور استشاري؟ بالظبط. مش اي حد يعني. لا مش اي حد. يعني اوكي. دكتور لازم يكون دكتور استشاري، مش اي حد يقدر يعتمد لوح. لانه هي حاجه مش سهله برضو، حاجه يعني بالظبط مسؤوليه كبيره، بيبقى ليها يعني في مباني نتائج بتبقى تانية كتير. 12 دور و15 دور، وفي بعض الاماكن يعني في اسكندريه 38 دور، فمش اي حد هيقدر ايه يقول طبعا. المبنى ده سليم او مش سليم، طبعا. لا لازم يكون دكتور استشاري. طيب انا عايزه اعرف بقى دلوقتي المميزات او الخدمات اللي بيقدمها المكتب عندكم في اعمار مصر. حاليا احنا شغالين في اعداد ملف التصالح دي، لان دي المشكله دي حصلت مشكله كبيره يعني، واحنا شغالين فيها بقالنا تقريبا سنه ونص. طبعا. تاني حاجه احنا برضو شغالين في التشطيبات المعماريه وتصميم المعماري وتصميم الانشائي، وشغالين برضو في العزل المائي والعزل الحريري. طب واحده واحده بقى كده عشان في مصطلحات كتير انت قلتها. تمام. تحت امرك. خلينا نبدا، ايه موضوع العزل الحراري والعزل المائي ده؟ لو حضرتك لاحظتي ان في دايما الدور الاخير بيبقى فيه مشاكل فيه كتير، بتبقى دايما معرض دايما لاشعه الشمس والمطر والكلام ده كله. فاحنا عندنا بنبدا نعالج المشاكل دي، يعني مشكله الحراره بنبدا نعزل سطح المبنى كامل الدور الاخير طبعا بالعزل البيتومي. ده العزل المائي. عزل المائي. فتيجي طبعا شتاء امطار الكلام ده كله مفيش اي مشكله فيه، ما يحصلش اي حاجه، ما يتاثرش خالص نهائي. وطبعا العزل الحراري ده بيبقى ضد اشعه الشمس. طبعا الناس في الدور الاخير طول الوقت يعني عندهم مشكله مع الحر. بالظبط. فبيبقى فيه عزل حراري عن طريق الواح الفوم الازرق، بتبقى سمكها من 3 ل 5 سم على حسب العميل طبعا وعلى حسب تكلفه العميل اللي هو ايه يحددها. ما هو ده. وبتبقى معاك ضمانها 10 سنين.
هايل جدا. يعني انتوا الشغل اللي هو تمام، احنا ضامنينه يعني 10 سنين، لو حصل اي حاجه يرجع لك تاني وتروح بقى تشوف ايه المشكله حصلت من ايه، بالظبط او لو في اي حاجه بالظبط كده. مش متظبطه. طب ده يعني ده شيء هايل جدا. بس انا يعني عندي سؤال في موضوع الدور الاخير ده، علشان يمكن تمام. الناس عندها، يعني لو انا عندي شقه دور اخير وجيت لكم قلت لكم مثلا انا عندي عايزه اعمل عزل، تمام. انت بتقرر على اي اساس النوع اللي انت هتستخدمه؟ يعني العزل المائي ده، يعني بتعمل عزل مائي وعزل حراري ولا واحد منهم بس؟ على حسب برضو العميل، هو الأصح يتعمل الاثنين، عزل مائي الأول وبعد كده عليه عزل حراري. العزل المائي الاول وبعد كده وبعد الحراري. كده الحراري، وبعد كده بتصرمك المكان عادي. وده بيقعد يعني وقت طويل لا لا يعني لا، ولا خلال أسبوع بالكتير قوي بتكون مستلم. يعني بتكون مخلص الشغل ده كله في خلال اسبوع؟ أسبوع بالظبط بيبقى كل حاجة خلصت. طب ده هايل جدا. وبيستمر معايا قد ايه؟ يعني هل بحتاج اغيره كل لا فترة لا، ولا؟ لان المواد اول حاجه احنا لما تيجي تتعامل لازم تتعامل دايما مع مكان انت واثق فيه. صح. يعني لما نيجي تشتري لازم تشتري المواد الخام دي من شركه محترمه ومعاها ضمان، ما تجيبهاش مثلا مواد بير سلم. في حاجات كتير بتبقى رخيصه طبعا وحاجات كلها ببلاش، بس طبعا دي حاجات كلها ايه ولا لا اي ستيل لازم. ما هي المشكله انه الناس تقول لك ايه، انا هجيب حاجه رخيصه شويه علشان مش هقدر ادفع فلوس كتير، في ناس بس كتير للاسف ما بتعيش، يعني ما بتقعدش بالظبط معاك كده الوقت اللي المفروض بالظبط. انها لا تقعد، انا اي حد فبتدفع بيجي فلوس كتير يكلمني على في طول. اي مكان في اي مجال، سواء شغل تصالحات او عزل، تمام، انا بقول له الوضع 1 2 3 4 واقول له الصراحه واقول له المصداقيه، هو بناء عليه اللي هو يقوله بيقرر هو بعد بالظبط كده. كده، عشان يعني بس ما يجيش يعمل لي بعد كده مشكله يعني. صح، هو ده من الغالي ثمنه فيه زي ما بيقولوا. يعني بالظبط لو انا كده دفعت فلوس كتير شويه في حاجه دلوقتي هتقعد وهتعيش معايا، يعني هدفع وهنسى الفلوس اللي انا بالظبط دفعتها ومش هدفع تاني. بالظبط لكن كده. لو فلوس قليله مثلا شويه، اعتقد الخامات نفسها لا بتكون في اماكن كتير بتضرب مواد العزل ومواد الخام، بتضربها ضرب يعني حاجه لا. كلها بيرسلم. طب يعني برضو دي حاجة مهمة، يعني طبعا لازم في الأول أكون بتعامل مع مكتب يعني زيكم كده كمكتب سمعته كويسة وربنا والثقة يكرمك يا فيه رب، كبيرة بجد، ربنا يعني يكرمك يا رب. فده رقم واحد. تمام. طيب بعد كده أعرف منين الخامات دي كويسة ولا لأ؟ على حسب يعني، احنا مثلا لما نيجي نشتري بنشتري من مكان موثوق فيه، لان طبعا في حاجات بتبقى انت تشوفها اصليه لكن هي في الحقيقه مش هتبقى اصليه، يعني فانت ما انا مش لازم فاهمة ممكن. بالظبط، فانت لازم تبقى شاري من مكان محترم، شركه محترمه، معاك فواتيرك، معاك ضماناتك، معاك كل حاجه، دي مكان محترم. انما هتروح تشتري حاجات بير سلم مش هينفع، صح، ما تبقاش انت مثلا اللي الحاجه، هتتضرر بعد كده. تبقاش الحاجه بتتباع ب 100 جنيه وانت واحد بيقول لك 10 جنيه، تبقى دي زي دي، صح، ما ينفعش. صح. يعني هو الحقيقه فعلا، الحقيقه انه مكتب اعمار مصر يعني ليه سمعه طيبه جدا وثقه كبيره في السوق في الجزء ده، وتقدروا تتواصلوا بقى معاهم من خلال الارقام اللي موجوده كمان لو اي حد عايز يتكلم على موضوع او يعني يعرف حاجات على موضوع التصالحات والملف التصالحات ده، هم ليهم يعني شغل كتير قوي فيه. والتشطيبات طبعا لسه زي ما باشمهندس محمد بيقول لنا، العزل بقى الحراري والمائي وكل التشطيبات دي، فتقدروا تتواصلوا معاهم، الارقام موجوده دلوقتي كمان على الشاشه. طيب نرجع تاني لموضوع التصالحات، عشان يمكن تمام الموضوع كبير يعني والناس كلها تمام كانت مركزه فيه الفتره اللي فاتت. دلوقتي تقرير السلامه الانشائيه، تمام يعني هو مهم وليه مهم؟ يعني ليه احنا عرفنا ان هو مهم، ليه بقى هو مهم؟ ليه بقى مهم؟ دلوقتي لو هنيجي نوضح، ممكن واحد يبقى بنى برج مخالف كامل، البرج ده بنى بطريقه عشوائيه، لا في رسومات معماريه ولا انشاء ولا الكلام ده كله. طيب انت دلوقتي عايز تصلي عليه، طب ما احنا عايزين نعرف المبنى ده امن ولا غير امن. صح. ما هو لو غير امن مش هينفع الصلاه عليه. انما دلوقتي بيجي الدكتور الاستشاري، تمام، بيجي يعاين المبنى، وبنيجي ناخد عينه من الخرسانه نحللها ونعرف اذا المكونات الخرسانه دي متجانسه او لا، بالاضافه ان احنا بناخد عينه من التربه ونوديها لمعمل خرسانه، نعرف التربه دي هتقدر تستحمل احمال واقعه لا ولا لا، تمام. وبناء عليه نقول للمبنى ده امن او غير امن. لو امن يبقى خلاص ينفع التصالح، ينفع التصالح، غير امن خلاص ازاله. يعني دي حاجه مهمه جدا، انه اصلا في الاول وفي الاخر هو محافظه على ارواح الناس. بالظبط كده. يعني فكره ان انت تبقى وبعدين عايش برضو في بيت بيبقى وانت في مطمن. مشاكل يعني كتير، يعني مثلا ممكن واحد يطلع رخصه، والرخصه ان المبنى ده سكني وبعد كده حوله اداري او عمله مصنع، بيطلب منه برضو تقرير. في ناس تقول لك ليه يطلب مني تقرير؟ ما انا مطلع رخصه. اقول له انت طلعت رخصه المبنى سكني، ما طلعتش رخصه المبنى اداري،
هي الأحمال الواقعة على المبنى السكني نفس الأحمال الواقعة على المبنى الإداري؟ لا طبعا، هو ده مبنى مثلا سكني، الأحمال الواقعة عليه زي ما تكون مصنع لا طبعا بتختلف، صح. فبناء عليه بتطلع تقرير نعرف الأحمال دي، المبنى ده يقدر يستحمل الأحمال دي ولا لا. ده انا بشوف ان ده حاجه مهمه جدا، يعني موضوع بالظبط فعلا السلامه الانشائيه دي او فكره انه يتعمل حاجه زي كده، ده في الاول وفي الاخر زي ما بيقول هو بنحافظ على ارواح الناس اللي عايشه في المكان، بالظبط كده، سواء بقى مبنى سواء بيت مصنع شركه ايا ما اي يكون، مكان. ايا ما يكون هو ايه. تمام. طيب حضرتك قلت لي ان اعتماد النقابه في اعتماد النقابه في محافظات شغاله لازم اعتماد نقابه ما فيهاش كلام، زي القاهره والقليوبيه تمام لازم اعتماد نقابه. والباقيين ممكن بقى الجيزه لغت اعتماد النقابه نهائي. تمام يعني تمام الجيزه لغت اعتماد النقابه نهائي، انما القاهره والقليوبيه لازم اعتماد نقابه. تمام، انت نورتنا جدا يا باشمهندس، ربنا يخليك. وبجد يعني احنا استفدنا جدا معلومات كتير قوي مهمه، اعتقد ربنا كانت يكرمك الناس يا رب، عايزه تعرف عنها اكتر في حياتك في التنة النهارده بوجودك معانا. ربنا يكرمك يا رب. نورتنا وان شاء الله نشوفك تاني. احب بس اشكرك طبعا واشكر الساده المشاهدين، ربنا وفي يخليك. اخر الحلقه طبعا احب اشكر الدكتور رأفت، الدكتور رأفت القمار عميد الجامعه، واحب اوجه له رساله اقول له ان انت من الشخصيات العظيمه اللي الواحد اتشرف بمعرفته بيها في حياته، واشكره طبعا على وقوفه جنبي، وان هو دايما علمنا ان احنا ما نبقاش يعني نحفظ، لازم دايما تشغل عقلك صح وتفكر. تمام، نورتنا وكل سنة ربنا طيب، يكرمك سنة يا رب. سعيدة عليك إن شاء ربنا الله، يكرمك يا رب. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة كده علينا كلنا، ونشوفكم في حلقات تانية من نجوم على الهواء.